مذكر بذلك أنه قال ما يخرج معنا في فتح خيبر إلا الذين قد خرجوا في صلح الحديبية وبايعوا تحت الشجرة. ومن أجل ذلك خرج نفس الذين هم خرجوا ما بين 2300 و 1500 15% منها، يعني 15% ولما منعوا من هؤلاء ربنا عز وجل أنزل فيهم قرآنا في سورة الحجرات، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها قبلها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس آية للمؤمنين. أين في سورة في الحديبية الآية التي بعدها سيقول المخلفون، من هم المخلفون؟ الذين تخلفوا عن بيعة النبي عليه الصلاة والسلام والخروج منها. إذا انطلقتم إلى مغانم، طبعا هنا مغانم لأنها ممنوعة من الصرف وصيغت منتهى الجموع على وزن مفاعل فخفضت بالفتحة، وجرم بالفتح ما لا ينصرف ما لم يكن مضافا أو أن رضف، وإذا حرف الجر يقصد إيش؟ بالكسرة. إذا المعنص إلى مغانم إذا أخذوها ذرونا يريدون أن يبدلوا كلام الله. الأمر من الله ليس من من؟ من المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الكلام ده من قبل هذا سنة كام؟ سنة 6 في ذي القعدة، والفتح لخيبر كان في سنة 7 في محرم، يعني ذي القعدة وذي القعدة ومحرم 3 أشهر. سيقولون بل تحسدوننا. انظر المنافقين ماذا يريدون، كل همهم ايش؟ الدنيا والدوام. قالوا انتم عشان حاسديننا ما تبغون ناخذ معكم ايش؟ الغنائم في خيبر، النخيل والمزارع والقلاع والحصون والضياع. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. هو المنافق هكذا والعياذ بالله، ما عنده فقه ولا عنده علم، حياته كلها يعيشه لشهواته ولهواته، نسأل الله السلامة والعافية. خرجوا رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الحصون المقسمة في خيبر، النظار في ثلاث حصون، حصن ناعم اللي فيه من في مرحب، وحصن الصعب بن معاذ، وقلعة النزار، قلعة الزبير، هذه كلها في منطقة النظار. بجوارها منطقة الشف فيها حصن أبي والنزار. في منطقة الكتيبة الجهة الجنوبية ستسقط بدون متاعب فيها الوضيح والقاموس والسلالم. القاموس هذا هو اللي فيه من ابن أبي الحقيم، هذا هو اللي فيه الذي تم إجراء من بني النضير. طبعا غطفان لما سمعت الجلبة في خيبر تركت اليهود ومصيرهم، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. خلاص ما في غنائم الآن وفي قتل، فقالوا خلاص نترك اليهود. لماذا؟ لمصيره. النبي عليه الصلاة والسلام حاصر بعد ما انتهى من ناعم وقتل مرحب، حاصر بقية هذه الحصون في منطقة النضار، فجاء لحصن الصعب بن معاذ وتم محاصرته حتى سقط، وكذلك من بعده قلعة الزبير، وبعد ذلك جاء حصن أبي وحصن النزار، كلها سقطت بعد مجموعة من الليالي وهم في حصار لهؤلاء. في تلك اللحظات
كان الصحابة يأكلون لحم الحمر الأهلي، فنزل التحريم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفى. ما كان من الصحابة إلا ما سمعته في هذه الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلا أخي الموفق الكريم، إن كل ما أتى به الوحي كتابا وسنة إنما هو لحياتنا. الله أكبر، إنما هو لحياتنا، فلنحيينهم حياة طيبة. يقول الشيخ ناصر الشيخ السعدي رحمه الله عبد الرحمن السعدي، يقول: والحياة الطيبة لا تطيب إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحياة الطيبة ليست في المواهب، وليست في الأموال، وليست في الضياع. أنتم تسمعون وترون أن هناك من يعذب بماله يتمنى لو ما عنده شيء، وهناك من يعذب بأولاده. ولذلك ما أجمل الآن الآيات التي قرأت علينا الليلة، ولها ارتباط كبير بما نحن فيه من مدح أيضا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله أكبر. المال يكون فتنة؟ نعم يكون. الولد يكون فتنة؟ نعم يكون فتنة. يكون المال فتنة إذا كسب من حرام وأنفق في حرام، ويكون فتنة إذا اكتسب من حلال وأنفق في حرام، ويكون فتنة إذا اكتسب من حرام وأنفق في حلال. لأن الله طيب لا يقول إلا طيبة، كما عند مسلم عن أبي هريرة: ومتى يكون المال خيرا لصاحبه؟ إذا اكتسب من الحلال وأنفق من الحلال. هذه القسمة الرباعية للمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. عند البخاري أن النبي ذبح شاة وأمر بتقسيمها، وقال لعائشة: كم بقي منها؟ قال: وكان يحب الزراع فأبقته له. قال: بقي الزراع. قال: كلا، بل بقيت كلها إلا الزراع. هذه يسموه الإرشاء. شفت الهيومن ريسورسز كيف تكون؟ فن التعامل كيف يكون؟ فن العلاقات مع الله تبارك وتعالى كيف يكون؟ يستجيب لله وللرسول، لأن المال الذي ينفق هو المال الذي يبقى. ما تنفقه هو الذي يبقى، هذا اللي قال ربنا عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو الله يخلفه وهو خير الرازقين. وإذا كان الخلف من الله فما ظنك بهذا الخلف؟ لو أتاك وجيها وغني من الزلة اللي تدفع كل إيش؟ عوضه عندي، كيف يكون حالك وحالك؟ تنفق بدون حساب، صح ولا لا؟ لأن خلاص جيب له الوصولات والسندات والفواتير وتقول له إيش؟ وتقول له سدد، ولله المثل الأعلى. كل تنفق يا عبد الله هذا عند مين حاجة؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أنفق العبد تلقاها الله بيمينه. يا الله، وكلتا يدي الرحمن يمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيربيه له. الله أكبر. يربي لك الصدقة كما يربي أحدهم فلوه. الفلو تعرفون الفلو، يسمون الفلو بالدارجة، اللي هي إيش؟ الأمر الصغير، الخير الصغير. تشوف كيف صاحبها يكون إيش؟ حريص عليها، صحيح مهتم بها، ويجيب طيب البيطري ويرتبها، ولله الحمد الأعلى. وبضرب المثال يتضح المقام. قال: كما يربي أحدكم فلوه. قال صلى الله عليه وسلم: من أوقف خيلا في سبيل الله. الله أكبر، أي دابة توقف لله عز وجل فلك بكل ما أخرجت من أضلاعها فيها. سبحان الله، وراوت فيها كل شيء حسنات عند الله تبارك وتعالى. ولذلك لما يحدث من خارج الزكاة كأنه خارج ما عنده شيء، إنما هي أذرعه كلها جعلها المين لله تبارك وتعالى. نفسه رضي الله عنه وأرضاه سيف أسلط الله عليه على المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم
ونزل تحريم الحمر الأهلية ما تكأتأ ولا تلكأ أبدا انتهى في المسألة خلاص. قل له لرسول عند البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى استجيبوا الله لرسول إذ دعاكم لما يحييكم أن أبي زيد المعلى رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل كان يصلي نافلة والنبي إيش يزهم عليه فقال ربي الرسول ولا إيش المسألة عنده لسه ما عنده فيها إيش فقه فاجتهد وقال أكمل إيش النافلة وبعدين أجيب إيش النبي عليه الصلاة والسلام عبادة عظيمة الصلاة يا أخوان. فالنبي قال له لماذا لم تجبني إذ دعوتك لما زمت عليك ليش ما جيت؟ قال رسول الله كنت فين؟ كنت صلي عليه الصلاة والسلام. قال أما سمعت لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يريدكم. الله أكبر. ولذلك في قصة جريج العابد وهي في الصحيحين أيضا أنه كان يصلي نافلة وزعمت على أمه يا جريج يا جريج قال رب أمي وصلاتي يا رب أمي وصلاتي مرة واثنين وثلاثة فمضى في صلاته فقالت أسأل الله ألا يميتك حتى ترى وجوه المومسات ما نجي على أولادنا فالحمد لله بالذات ثلاث دعوات مستجابات ودعوة الوالد على أنا بقول لك تدعو بشيء ثاني دعوة إيجابية الله يتوب عليك الله يغفر لك الله يجعل كلام الحرم الله يعني الباب مفتوح وخير الله يرزق ويروح. مرت الأيام وإذا براعي فجر بامرأة من بني إسرائيل فمن المتهم سيكون؟ المطور دائما من زمان سبحانه الله يعفو الله هو المتهم شوف المطور قال هذا هو اللي سواه اللي يسمي نفسه إيش؟ يتعبد صومعته قال الله قال الرسول جابوا تعال انت رجل انت اللي سويت قال ما سويت شيء فضربوه وحجبوا صومعته قال طيب بس خلينا نصلي ايش ركعتين صلى ركعتين وانتهى منها ثم قال جيبوا له ركعتين هذا الطفل فجاءت الطفل فغمزه في بطنه وقال من ابوك قال ابوي ابي الراعي ما في أبوي يا أخوان أبوي هذه لحن في اللغة العربية إن أباها وأبا أباها قد تلقى في بيت وعيدها هذا أبو وأخو وحم وأبو وذو وهلو من الأسماء الخمسة والأسماء الستة فترفع بالواو وتوصل بالياء وتخفض بالياء ولا تضاف لها الواو ما تقول فموي أبوي لا أب يا أبا تي حتى تلقى أخواننا في الجنوب الله يقول لك يا أبا يا أمة هذا فصيحة ترى ما سمى اللغة العربية إيش فصحى في هذا المهم الساهل يا اخوان الفضلاء طبعا بعد ما شهدوا لفقوا به في المدينه يحتفلون ببراءته وقالوا طب لي لك صوم مع من ايش؟ من الذهب لا 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 فهو يمشون في المدينه يحتفلون ببراءته فشافوا وجوه ايش؟ الموسى ضحك قال يا مطوع يا مطوع كل من يغض من ابصاره ايش لسه احنا سبقت براءتك ولذلك نطق في المهد جماعة منها هي من ايش ومبري جريج كما قال السيوطي الشاهد قال كلا والله تذكرت دعوة أمي قال أسأل الله ألا يميتك حتى ترى إنما ضحكت من أجل ذلك وعشان من أجل وجوههم فلذلك أخوان ما في داعي نسيء الظن ونحكم على الناس بسرعة كذا أنا شققت عن هذا شققت عن قلبي ثم نزل التحريم للمتعة والمتعة هو عقد نكاح بين رجل وامرأة خاليان من الموانع على مدة وعلى مال هذا اسمه زواج ايش؟ المتعة أن يتزوج زيد عمرة على 1000 دينار لشهر هذا حرام هذا حرام كان قبل ذلك مباحا لكن حرام حرم في غيب والحديث حديث علي فعجبت لأهل البدع الذين يستدلون ويذبحون زواج ايش المتعة يقول نحن نحب من علي والغريب ان الحديث حديث مين علي رضي الله عنه تحريم زواج المتعة سئل اهل العلم شيخ محمد بن ابراهيم شيخ بن باز وغير واحد
قال ولو تزوج رجل امرأة بنية الطلاق قال إن لم تكن تعلم فلا حرج والزواج صحيح والإثم عليه هو. قال فإن تواطأ وعلم جميعا أصبح متعة حراما. أصبح متعة حرام. والعكس بالعكس، لو أن رجلا تزوج امرأة والمرأة أكنت في نفسها نية الطلاق والخلع عنها إنما الإثم عليها. وقال أهل العلم ولعل الله أن يؤذن بينهما فيزهد عنهم هذا الفهم السقيم ويصلح الحال فيما بينهما. نكتفي بهذا القدر مع الوعد لأن نكمل رحلتنا في خيبر وفي تلك الحصون المنيعة وفي تلك الأحكام الجميلة التي نزلت في تلك الغزاة، وهي عبارة عن غزوة مليئة بالأحكام الشرعية ومليئة بالفوائد الفقهية والملح. وسنتكلم عن صاحب الشحم، الصحابة كانوا جعانين من غير كيس شحم مسكه عن الصحابة وقال ما يأكل منه أحد، فماذا حدث له لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا نكون إن شاء الله عز وجل في المجالس القابلات القادمات من سيرة خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمان السفراء والفرار وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم أمة الخليل صلى الله عليه وسلم أمر رزق بعزتها بالطاعة ويهدى بها بالمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا سميع الدعاء وفقنا الأمن بكل خير وحكم على كل بر. ارحم آباءنا وأمهاتنا وأهالي بيوتنا وذرياتنا. اللهم لا تحرمنا إلا قد غفرت الذنب وسترت العين وشفيت المريض وعافيت المبتلى وغدرت الغائب وهديت الضال وتجاوزت عن السيئات وأبدلتها بالمكرمات والحسنات يا فضل رب السماوات والأرض من المحمود وله المكارم والعلى والنثم. الصلاة على صلى الله عليه وسلم اللهم عليه وصحبه وآله وسلم ما لاح قبل أو أخر. Thank you.